كما تعلمون الظواهري كان مساعدا لأيمن بن لادن، وكان النائب والرجل رقم 2 المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر، وكان مشاركا بشدة في تلك الهجمات الإرهابية، فضلا عن هجمات ومقتل لأكثر من 1900 مواطن أمريكي على أرض أمريكية، وهو مسؤول عن مقتل مجموعة كبيرة من الأمريكيين، فضلا عن تفجير السفينة كول التي العملية التي أفضى عنها مقتل عشرات البحارة الأمريكيين، وقام بقتل أكثر من 22 شخصا وجرح آخرين. لقد ارتكب أعمال إرهابية وعنف بحق مواطنين أمريكيين ودبلوماسيين أمريكيين ومصالح أمريكية. وطالما أن الولايات المتحدة قامت بتنفيذ العدالة منذ سنة، فهذا نحن نستهدف أحد زعماء القاعدة، فقد قام بتنسيق فروع القاعدة في مناطق مختلفة، فضلا عن تقديمه الإرشادات لبعض العمليات التي قامت باستلهام هجمات ضد مصالح أمريكية، وقام بوضع مقاطع فيديو يعزز ويشجع فيها على هذا الهجوم ضد الولايات المتحدة. أما الآن فالعدالة قد أخذت مجراها، والعالم بكافة أنحاء العالم لم يعودوا ليتقبلوا مثل هؤلاء القتلة. الولايات المتحدة ماضية في توجهها وعزيمتها على متابعة هؤلاء المسؤولين على تلك الهجمات. لقد أوضحنا بأنه مهما استغرق الأمر من زمن وأينما اختبأتم، إذا كنتم تشكلون تهديدا لشعبنا، فالولايات المتحدة سوف تجدكم وتقتلكم. ولعلنا نتذكر أن الظواهري كان قد قام بتسجيلات مختلفة بين الرئاسات السابقة، وقد توجه إلى كابول، وبعد أن حققنا بالأدلة المناسبة حول موقعه، قمت بإعطاء الضوء الأخضر لقتله والتخلص منه. هذه العملية قد خطط لها بدقة، وقد بحيث يتم تخفيف المخاطر المترتبة على المدنيين. ومنذ أسبوع كنا قد عرفنا كافة الظروف المحيطة وأعطيت الموافقة النهائية، وكانت العملية ناجحة، فما من أحد من أفراد الأسر أو من المدنيين قد لقوا حتفهم. أشارك هذه الأخبار مع الشعب الأمريكي لأؤكد نجاح هذه العملية في سياق عملنا الدؤوب في مكافحة الأرهاب بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا. إن إدارتي قد أبقت الكونغرس على معرفة بهذا الأمر، فعندما قمنا بإنهاء مهمتنا في أفغانستان لقد اتخذت قرارا بأنه بعد 20 سنة من وجود الولايات المتحدة لمدة عقدين من الزمن، فلم يعد من الضروري أن نبقي قوات على الأرض هناك لحماية مصالحنا. وقطعت وعدا للشعب الأمريكي بأننا سوف نقوم بالاستمرار في شن عمليات لمجابهة الإرهاب في أفغانستان وأبعد من ذلك، وقد فعلنا ذلك. وفي فبراير قامت قواتنا بشن عملية هجومية بواسطة مسيرة استهدفت أحد زعماء داعش هناك، والآن قمنا بالتخلص أيضا من أحد زعماء القاعدة، ولن نسمح مجددا لأن تكون أفغانستان ملاذا خصبا للإرهابيين، وسوف نعمل على لا يحدث ذلك البتة. لا يمكن أن تكون منصة لشن عمليات ضد الولايات المتحدة. هذه العملية تظهر بأننا سوف ونستطيع وسوف نقوم دائما بالوفاء بتعهداتنا. إدارتي سوف تقوم بمراقبة ورصد كافة تحركات القاعدة بصرف النظر عن أماكن وجودها. وبصفتي القائد الأعلى للبلاد لابد من مسؤوليتي أن أجعل المواطن الأمريكي يشعر في مأمن في ظل هذه المخاطر. الولايات المتحدة لم تقرع طبول الحرب، بل هذه الحرب هي التي دقت على أبوابنا، وعلى هذا قد أثر على أجيال تلو الأخرى. لابد لنا من حماية الأبرياء وضمان الحرية، وأن نبقي منارة الديمقراطية لتكون في كافة أنحاء العالم، لأن هذا سوف يكون بمثابة الحقيقة. فنحن لا نقوم أبدا بالاستسلام ولا نتراجع.
في العام الماضي وفي 11 من سبتمبر كنت قد توجهت إلى جراوند زيرو في مدينة نيويورك وفي تلك المنطقة التي شنت فيها هجمات في البنتاغون، ووقفت عند النصب التذكاري ورأيت أسماء هؤلاء الذين قضوا في تلك المنطقة. وهذا تذكرة كبيرة، ولهذا اتخذنا وقطعنا تلك الوعود بأننا لن ننسى. وكذلك أيضا لابد لنا بأن نتذكر بأنه ما من يوم يمكنه أن ينسينا تلك الأحداث، لذا سوف نقوم بالحفاظ على وتذكر ما قدمه كل هؤلاء الذين قضوا في أحداث 11 من سبتمبر وأشقائهم وأخواتهم وأحبتهم. لذا فإن أملي بأن هذا الإجراء قد يقربنا من ذلك الهدف أكثر، فما من يوم سوف يبعدنا عن تلك المهمة. اليوم وفي كل يوم أنني ممتن للغاية لهؤلاء الوطنيين الذين يقدمون العون في مجابهة الإرهاب. لن ننسى أبدا، ولا بد من تقديم الثناء لرجالنا ونسائنا العسكريين الذين يقومون بتكريس حياتهم لجعلنا في مأمن، والشكر موصول لقدراتهم البارزة في نجاح هذه العملية. وإلى هؤلاء الذين يسعون لإلحاق الأذية في الولايات المتحدة باستمرار، اسمعوني، أنتم كلكم قيد الرقابة، وسوف نفعل كل ما هو ضروري من أجل ضمان سلامة الأمريكيين في موطنهم وفي الخارج. واليوم سوف نتذكر الخسائر التي منينا بها، ونتعهد بأننا لن نحيد أبدا عن الدفاع عن الشعب الأمريكي. شكرا جزيلا، فليحمي الله قواتنا. وإلى كافة هؤلاء الذين يعملون في مناطق خطر، فنحن لن نتنازل أبدا ولن نستسلم.